نعرف أكثر عن مكتبة الأديب الكبير نجيب محفوظ من دكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية. دكتور أحمد صباح الخير. أهلا فندم، صباح الخير بي. أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور. إحنا بنتكلم عن 1500 من مقتنيات الأديب الكبير نجيب محفوظ هتكون موجودة في مكتبة الأديب الكبير نجيب محفوظ داخل مكتبة الإسكندرية. عايزين نعرف من حضرتك أهم تلك المقتنيات، وهل هي تخص الأدب بس؟ لا، هي مقتنيات متنوعة، فيها الأدب والفلسفة والتاريخ وفيها قواميس وفيها كتب لغة وكتب ثقافية عامة وفيها يعني بعض من رواياته، يعني مش كلها إنما يعني معظم الروايات بتاعته موجودة، يعني الأعماله زائد تنوع من الكتب، وهي كتب بعضها قديم، يعني بعضها يمكن يكون بيرجع إلى أنه كان أيام وجوده في الجامعة، وبعضها أحدث شوية، بعضها مكتوب باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بعضها مهدى من شخصيات أخرى عليها الإهداء باسم الأستاذ نجيب محفوظ، كلها يمكن أو معظمها مكتوب عليها اسمه، يعني كان أي كتاب عنده بيكتب عليه اسمه يعني. نعم. طيب دكتور أحمد، حضرتك التقيت بالسيدة نجلة، طبعا الكاتب الراحل نجيب محفوظ رحمة الله عليه، السيدة أم كلثوم، ليه اختارت تحديدا مكتبة الإسكندرية عشان تقوم بإهداء هذه المجموعة المهمة جدا والمميزة ليها؟ هو طبعا حضرتك أكيد عارف أنه كان في جزء من مقتنيات نجيب محفوظ وكتبه راحت وزارة الثقافة وعملوا بها متحف. نعم. فهي كان عندها مجموعة أخرى من الكتب موجودة عندها، حوالي 1500 كتاب، وهي حبت أنها تروح الكتب دي تروح مكان آخر بحيث أن يبقى فيه تنوع يعني في توزيع الكتب، فهي اختارت مكتبة الإسكندرية على أساس أن هي تاخد الكتب دي. وإحنا مش هنكتفي فقط بأخذ الكتب، إحنا هنستغل هذه الظروف. انت عارف حضرتك انه بيدخل المكتبه عدد كبير جدا من الزائرين كل يوم، حوالي 2000 واحد مصري وحوالي يمكن ما بين 600 و700 واحد اجنبي، فاحنا هنعمل ركنه كده محترمه فيها تمثال لنجيب محفوظ وفيها عرض لبعض كتبه ونماذج من صوره، وممكن نعمل فيلم كبير عنه نحطه على شاشه التلفزيون، ممكن نعرض بعض ال احنا خدنا من عندهم برضو بعض شرايط فيديو موجودة كتيرة، يعني عدد كبير عليها المسلسلات بتاعته وعليها بعض اللقاءات وعليها بعض منها مثلا لقاءه مع طه حسين، يعني موجود على شريط فيديو، فاحنا ممكن نعمل فيلم يعني اللي يشوفوا الزائرين الى المكتبة، فده هتبقى فرصة عظيمة ان احنا نوري للعالم ونوري للمصريين يعني انه احنا عندنا اديب كبير، وانه طبعا يعني هذا المنتج العالمي بقى مكشوف للناس يعني. حقيقي هو الحقيقه يعني هي في ايدي امينه للغايه هذه المجموعه الخاصه بالكاتب الراحل طبعا نجيب محفوظ رحمه الله عليه. انتم بتتميزوا في مكتبه الاسكندريه بطرق العرض الجميله جدا والمبدعه الحقيقه، وانا كنت من الناس اللي سعدت بزياره المكتبه وشفت هذا الامر بنفسي. كل التقدير والتوفيق لحضراتكم دكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، شكرا على وجودك معنا عبر الهاتف.